الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مرحبا بحضراتكم وإلى عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يتابع تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي. الأخبار بالتفصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر مع المحاور الرئيسة في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة، ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة. ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على تطورات المرحلة الحالية والمستقبلية للمشروع من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية. كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح واختصاصاتها وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج فيما يتعلق بحقهم في استيراد سيارة ركوب واحدة معفاة من الضرائب والرسوم للاستعمال الشخصي مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية. ينص القانون على أن يتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بالمقابل المحلي بسعر الصرف وقت الاسترداد. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف البروتوكول إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد بما يخدم الاقتصاد الوطني. أشار وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت إلى جهود الوزارة في تحقيق تطوير شامل وجذري لذلك القطاع المهم والاستراتيجي. من جانبه أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة. وبموجب البروتوكول يقدم جهاز حماية المنافسة الدعم الفني للعاملين بوزارة قطاع الأعمال العام والكيانات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية. ولمتابعة أكثر تفصيلا تنضم إلينا من مقر مجلس الوزراء مراسلة أخبار مصر إيمان التوني. إيمان، حدثينا أكثر بالتفصيل عن أهم الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء اليوم. مساء الخير مشاهدينا، أحييكم من مقر مجلس الوزراء حيث يعقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وخلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع تمت الموافقة على عدد من الأمور والموضوعات المهمة، أولها مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المخالفات البناء والتصالح عليها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين الأوضاع والأعمال التي تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام
يقدم هذا القانون. أيضا أجاز هذا مشروع القانون بعض الأعمال التي منها التعدي على الخطوط المنظمة المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية ذات الشأن على ذلك. أيضا الموافقة على التعدي على المباني الخاصة بالترفيق مدى تمت الموافقة أيضا بين صاحب الطلب لهذا البناء والجهة المعنية لذلك. نعم. كذلك الموافقة على التجاوز في الارتفاع المقرر من قبل وزارة الطيران المدني في حالة عدم إعاقة الملاحة الجوية وبعد موافقة وزارة الطيران المدني وأيضا وزارة الدفاع. لكن يحظر في نفس الوقت التقنين الخاص إذا كان هذا البناء يخل بالسلامة الإنشائية أو إذا كان في التعدي على المناطق الأثرية ونهر النيل. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع المجلس وهو أمر مهم أيضا يتعلق بمنح تيسيرات للمصريين بالخارج. ومن بين هذه التيسيرات ما كان دائما يطالب به المصريون في الخارج بشأن استيراد سيارة ركوب خاصة. وبالتالي سمح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم باستثناء للقواعد المنظمة للضرائب والجمارك والرسوم المقررة في هذا الشأن بأن لكل مصري مقيم في الخارج يجوز له أن يعني يتم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي بدون الضرائب والجمارك والرسوم التي كانت مقرر أن يدفعها للإفراج عن هذه السيارة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يتم تحويله في إحدى الحسابات لصالح وزارة المالية على أن يتم استرداد هذا المبلغ بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف. هذان الأمران مهمان جدا تم الموافقة عليهم خلال مجلس الوزراء اليوم. هذا الاجتماع الذي لا يزال مستمرا وبالتأكيد سنوافيكم بما سيصدر عنه من القرارات. لكن سبق اجتماع المجلس أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق مناخ استثماري جيد وتقديم الدعم من قبل جهاز حماية المنافسة للعاملين بوزارة قطاع الأعمال العام من أجل مواجهة التواطؤ في العمليات أو التعاقدات الحكومية ضمن الحملة التي يتبناها الجهاز والتي ترفع شعار لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية. شكرا جزيلا مراسلة أخبار مصر إلى مجلس الوزراء إيمان التوني. وعاد مشاهدينا الكرام إلى اجتماع رئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، حيث وجه سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع. نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجها سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة
المنطقة في إطار الدلتا الجديدة، ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبني سويف وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم. أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المرأة مثلت ركنا أساسيا للتقدم والازدهار البشري وطرفا فاعلا في بناء الحضارات الإنسانية. وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية حول المساواة بين الرجال والنساء في إطار أعمال الجمعية 45 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في رواندا، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية المصرية حققت تمكينا حقيقيا للمرأة وفي تدشينها الحالي للجمهورية الجديدة. أبت الدولة المصرية إلا أن تحقق تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي قوي بالتوازي مع إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وذلك في ضوء إيمان القيادة السياسية المصرية بضرورة استغلال وشحن همم المرأة المصرية بما تمتلكه من جينات حضارية. وفي هذا الإطار انعكس حرص الدولة المصرية على انخراط المرأة في كافة مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تمييز بينها وبين الرجل على جميع الأصعدة. رحبت مصر بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وفي بيان لوزارة الخارجية عربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ مزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط. وجددت الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. استقبل فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف وزير الصحة الباكستاني السيد عبد القادر باتيل للاطلاع على مستجدات أزمة الفيضانات في باكستان. استعرض وزير الصحة الباكستاني أبعاد الأزمة التي تسببت فيها الفيضانات والسيول والتي أودت بحياة آلاف الباكستانيين وجرفت الأراضي الزراعية وأدت إلى نزوح العائلات الباكستانية. وأكد الوزير الباكستاني أن بلاده تواجه ظروفا استثنائية وطارئة. من جانبه أعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لعائلات الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني في ضحايا السيول والفيضانات، مؤكدا تضامن علماء الأزهر وطلابه مع باكستان في مصابها الجلل والأليم. نظم الأزهر الشريف بالتعاون مع القوات المسلحة ندوة تثقيفية بعنوان ميلاد مصر بحضور نخبة من علماء وقيادات الأزهر والقوات المسلحة. تأتي الندوة احتفالا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، كما تأتي في ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري من أجل توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات وما حققته القوات المسلحة من استرداد الكرامة العربية خلال حرب أكتوبر. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بمستوى التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وذلك خلال لقائه والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل. أوضح شكري خلال اللقاء الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية، وخاصة التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ. We'll be right back.
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق أن البنك يدعم كافة القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال ما يوفره البنك من خدمات مصرفية تعمل على تأسيس المشروعات بالإضافة إلى دعم الفلاح. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الشمول المالي لقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية. الشمول المالي في قرى حياة كريمة مؤتمر انطلقت فعاليته بمحافظة القليوبية، والذي يهدف إلى مساعدة المواطنين الذين تشملهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الدعم لهم عن طريق المساعدة في تأسيس مشروعاتهم الخاصة من خلال الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري والمجلس القومي للمرأة. أعتقد أن احنا دورنا مش أن احنا نجمع فلوس، لا، احنا دورنا أن احنا نشغل الفلوس في ظل المنظومة الاقتصادية اللي امر بيها فخامة رئيس الجمهورية عشان نعمل تنمية ريفية وتنمية اقتصادية. دورنا ان احنا نشتغل مع فلاحين مصر، مع عملاء مصر. صدقني احنا عايزين نعمل قيمة مضافة للمزارع، قيمة مضافة للزراعة، مستقبل مصر ومستقبل الشعب المصري في الزراعة. رائدات ريفيات بقرى حياة كريمة استفادوا من أوجه الدعم المقدمة من الجهات المعنية، كانت لهم العون والسبيل في تأسيس عدد من المشروعات. احنا في المجلس القومي للمرأة عاملين مشروع اسمه الادخار والاقراض الرقمي، ده عبارة عن مجموعة من السيدات بيتجمعوا مع بعض وبيحوشوا مع بعض، اسمه تحويشة، بمساندة المجلس القومي للمرأة. عندنا 5 قرى من قرى حياة كريمة مشتركين معنا فيهم، عندنا مشرفة وخمس ميسرات موجودين في كل قرية. المشروع ده واجن، انتوا في البيت تعملوا ده واجن وبيعها كده، ده مشروع معلمونا ازاي مكان خياطة، صابون، حاجات للبشرة، كريمات، كل واحد نفسه في مشروع نعمله احنا في البيت عادي. انا رائدة ريفيات بوحدة صحية، احنا منطقة ارياف فني الجيش بتاع وزارة الصحة، انا اللي بوصل للبيوت، انا حلقة الوصل بين وزارة الصحة، فاي رسائل اي تثقيف صحة اي حاجة انا اللي بوصلها للبيت. ومن خلال مبادرة البنك المركزي المصري رواد النيل التي اطلقها منذ عدة اشهر، ساهمت في دعم العديد من الاسر والافراد من خلال وحداتها في معظم البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الزراعي المصري، وذلك لمساعدتهم في تأسيس المشروعات. في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتوالى الإنجازات بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، ليس على مستوى النهوض بالبنية التحتية فقط والرقي بها، ولكن تشمل أيضا تنمية الرائدات الريفيات بدعمهن على كافة المستويات. من محافظة القليوبية، رمضان المطعاني، التلفزيون المصري. أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إطلاق الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية للمنشآت الطبية كأولى الخطوات في تفعيل البروتوكول المشترك بين الهيئة ومنظمة تيموس الدولية لاعتماد الجودة للمراكز الطبية بمختلف دول العالم، بما يعد أحد الخطوات المهمة لوضع المنشآت الطبية المصرية على الخريطة العالمية. اتساقا من رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لمستوى العالمي، ودور هيئة الاعتماد والرعاية الصحية في تأكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، تم الإعلان عن انطلاق الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية وهيئة تيموز للجودة العالمية، تمهيدا لجعل المنشآت الصحية المعتمدة على الخريطة العالمية. فإلى جانب السياحة الاستشفائية هناك أيضا السياحة العلاجية الميديكال ترافل، أو الذين يقصدون الأماكن والبلاد ويسافروا لكي يحصلوا على خدمة طبية محددة من مكان متميز بتقديم هذا النوع من الخدمة. الأساس فيه هو أن تكون هذه المؤسسة معتمدة ومعترف بها دوليا، والمعتمدة وسمعتها ومعروف عنها أنها تقدم الخدمات بأعلى جودة عالمية معترف بها وبأكثر درجة من الأمان والسلامة. Safety is priority number one. First of all, I would like to say that this is. نحن نثمن مبادرة الدولة المصرية من خلال العديد من القطاعات للارتقاء بخدمات السياحة العلاجية في مصر التي تمتلك مقومات تسمح لها بذلك، فهي خطوة مهمة للتعاون بما يسهم في زيادة الوعي بأهمية السياحة الطبية ورفع جودة الخدمات العلاجية لمستوى التنافس الدولي. هذا إلى جانب وجودها في منظومة شركات التأمين الصحي العالمية.
الغرض من ده ان احنا بنسهل وبننشر ثقافة الحصول على شهادة الاعتماد الدولية للسياحة العلاجية، وده عشان نقدر ان احنا نجذب اكبر عدد من السياح في اطار خطة الدولة للحصول على اكبر عدد من السياح خلال الفترة القادمة. اعتماد المنشآت الصحية للعمل في السياحة العلاجية دوليا يعد السبيل الامثل لبناء الثقة التي يبحث عنها المرضى من قاصدي السياحة العلاجية لما تقدمه تلك المنشآت من خدمات صحية تراعي الاحتياجات والمتطلبات العالمية كافة. هي المعايير بتاعتنا شكلت أكتر من 60% أو 64% من معايير تيموس، وبالتالي الاثنين ابتدوا يكملوا بعض. المعايير دي بتضمن أنه أقدم خدمة للمريض بتاعي، خدمة آمنة تضمن سلامة المريض بحيث أنه هو يخش يتعالج ويتلقى خدمات الرعاية الصحية بتاعته، سواء إذا كنا بنتكلم على الأمبولاتوري اللي هو الخدمات التي تستغرق أقل من 24 ساعة داخل المنشأة الصحية، أو سواء كان دخل المستشفى عشان يتعالج، ان انا اضمن لي السلامة بتاعته في كل اجراء طبي يحدث له. الحصول على الاعتماد معايير السياحة العلاجية ما بين جهار وتيموس هيساعد في تقديم خدمة اكثر امانا واكثر تميزا للسياح اللي ممكن يجوا مصر ويحصلوا على خدمة سياحية متميزة وخدمة سياحية علاجية متميزة في مستشفياتنا ان شاء الله. الإعلان عن اعتماد معايير المراكز الطبية العاملة في مجال السياحة العلاجية خطوة مهمة ستحدث طفرة نوعية بجعل مصر منطقة محورية لتلك الصناعة الواعدة بين بلدان العالم. محمد حلمي، التلفزيون المصري. شارك اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في افتتاح أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات العالمية في دورتها السابعة والذي عقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية. أكد وزير التنمية المحلية أن فعاليات المؤتمر عكست أهمية دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية، وتطلع المشاركين في قمة المدن والحكومات أن يشمل مؤتمر المناخ القادم التي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ عقد وتنظيم منتدى لبحث دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. كما وقع اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية المعني بملف التنمية المحلية، وقع على مذكرة تفاهم بين البلدين. يأتي ذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات العالمية. تتضمن مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية المحلية والمجالات ذات الصلة، ومن بينها تأهيل الكوادر المحلية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية المحلية. في ختام زيارته للإمارات العربية المتحدة، عقد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ناقش خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد وزير المالية محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعافي الأخضر رغم قسوة التحديات العالمية، حيث اكتسبت قدرا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية. أوضح معيط على هامش مشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أوضح أن الدولة المصرية تستهدف مزيدا من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء بما فيها الهيدروجين الأخضر من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، ما يسهم في توفير مليون فرصة عمل سنوية. نهاية الخامسة أبرز العناوين. الرئيس السيسي يتابع تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. نشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.